عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم إن شاء الله حابة نقسم معاكم طريقة تشيز كيك بالفريز بالفراولة، يعني باش نستحقوا المكونات اللي هي البسكوي المرحي. أنا خذيت هوني نوع متاع بسكوي اللي هو اسمه سبيكيلوس، واللي ما عندوش يستعمل أي بسكوي عادي يكون بسكوي يعني بالزبدة. وهوني ذوبت 100 غرام زبدة ذائبة. هذه المكونات الاولى بالنسبه للطبقه الاولى نتاع تشيز كيك. بالنسبه للطبقه الثانيه باش نستحق وحده كريم فريش كيما تشوفوا، وحده ماسكاربون. اللي ما عندوش الماسكاربون ينجم يعوضها بالجبن الابيض فروماج فري يعني. وهوني عندي كعبه فريز، منو باش نزين بهم ومنو باش نعمل بهم الكولي دو فريز من فوق، هاك الطبقه الفوقانيه اللي باش نزين بها. وخذيت هوني 100 غرام سكر حبيبات، وخذيت اغار اغار. اللي ما عندوش هذا، انا ما عنديش جيلي يعني ولا جيلاتين، يستعمل اغار اغار. هو نوع نتاع جيلاتين جيليفيون فيجيتال يعني طبيعي، مش طبيعي يعني عفوا من نباتات، طبيعي 100% ومن نباتات هاكا. باه اول حاجه باش نخدمها واني باش ناخذ البسكوي نتاعي باش نزيدو الزبده بشويه بشويه ونبدا نخلط فيه. قبل هذا كل انا باش نحي هذو من قدام باش نجم نخدم. هوني خذيت انا ما عنديش المولك بالشارنيير اللي تحل على جنب، خذيت عندي هذا الديسك هذا هو باش نحطو فريش بابي كويسون من اللوطه باش نحطو في بلاتو، وهذا البسكويت نتاعي باش ناخذ نخلطو ونعمل الطبقه الاولى. باش نبدا نخلط فيه البسكويت كي نرحيوه، منرحيوش برشا برشا برشا، ما يكونش ارطب يعني، جوست هكا نخليوه هكا شويه احرش. نقعدو نخلطو كيما تشوفوا، وملازمهاش تكون يعني شايحه برشا الطبقه الاولى، تكون هكا صابلي شويه يعني مرمله شويه بلغتنا العاميه. هاو كروني كيما تشوفوا، دونك نشوف الطبق هذا نتاعي. باش نصبو الكل انا هوني ما عملتش طبق كبير خاطر عندي ما ياكلوهاش الناس الكل في الدار. عندي ولدي مثلا ما ياكلهاش، ما يحبش يعني خلط الفروماج يعني الجبن مع الحاجات الحلوه. كيما تشوفوا نحاول ننزل عليها باش نحطها بلا طبقه، نقرب لكم شويه باش تشوفوا هكا. ماذا بينا تكون كلها فرد علو ولا هاي كيما تشوفوا. طب باش نهزها للثلاجة تقريبا باش نحطها مدة 20 دقيقة، الوقت اللي انا حضرت فيه الخليط الاخر. طبعا نجيب باش نحضر المكون الثاني اللي هي الطبقة الثانية. باش ناخذ الماسكاربون تاعي نحطها، بسم الله كيما قلت لي ما عندوش ماسكاربون ينجم يخدمها بجبن بالطبيعة. باش نزيد معاه 100 غرام سكر، وباش
طب كيما شفتوا الدوب ما خدمته. طب باش نحط عليه شويه الفاني وباش نحط عليه الكريم فريش. طب باش نحط الكريم فريش نتاعي اللي قلت لكم عليها من الاول. بسم الله. انا ما عملتش زوز حبات كريم فريش، تقريبا استعملت كان 199 غرام هاي مكتوب عليها كما تشوفوا، على خاطر ماهيش عاليه برشا المول نتاعي، ما نستحقش برشا. اللي المول نتاعو كبيره يعمل دوبل كريم فريش ويخلي واحده بركه ماسكربون. نصب الفاني الخليط نتاعنا كيما تشوفوه بعد ما خدمناه يجي كاسح شويه. انا باش نجبد خبز الكاتو نتاعي ونبدا نركح فيها، اما قبل هذاك باش نحطو يبرد تقريبا مده 10 15 دقيقه ما اكثرش في الفريجيدير. الوقت هذاك باش ناخذ الفريز نتاعي وباش نقصو وباش نحط عليه 50 غرام سكر. هاو هزيتو هو الفريجيدير وهون الفريز قصيتو وجبتو وحطيت معاه 50 غرام سكر. ما حبيتش نوريكم، نتصور الناس الكل بالطبيعه تعرف تقص الفريز اللي هو الفراوله، وخليته مده 10 دقائق 15 لين سايب الماء نتاعو. هاو كهوني شوفوه سايب الماء، باش ناخذ البلونجور نتاعي وباش نرحيه لين يولي ليكيد. اكل ليكيد هذاك هاو كيما تشوفوا فيه، باش نزيدو تقريبا مغرفه أجار أجار، مغرفة متاع قهوة يعني ملعقة صغيرة. هاوكا الأجار أجار حليتو، هاكا باش نحط قبل هذاك كل خلطتو كيما قلت لكم خلطتو، باش نحط مغرفة أجار أجار اللي هو كيف قلنا يعوض الجيلاتين ويعوض الجيلي. اللي عنده جيلي ينجم يستعملو، أنا الحقيقة ما عنديش، ما لقيتش منه حلال يعني من مسكن أنا موجود. خديت خيرت إني ناخد الأجار أجار اللي هو مستخلص من النباتات، وهو كي نوع الجيليفيون يعني كي نوع الجيل زاده كيف كيف. باش نهز اكل الخليط هذاك ونخليه يرتاح شويه. الوقت هذاك باش ناخذ خبز الكاتو نتاعي او تشيز كيك بالاحرى، وناخذ ونصب فيه اكل الخليط نتاع الماسكربون والكريم فريش، ولا نجم نقولوا خليط نتاع الكريمات نتاعي، ونحطها ونركحها ونخليه يرتاح مده 10 15 دقيقه. الوقت هذاك قعدت نركح فيها بالسباتول المرلوله، وبعد بدلت تذكرت لي انا عندي يعني السكينه الخاصه نتاع الحلويات ولا السباتول سبيسيال نتاع الحلويات لما حاله كبيره على الجاتو نتاعي، اما قعدت نستوي بها كما تشوفوا هكا. وبعد لنكمل نستويها ونركحها باش نخليها هي على الشيره تبرد مده 10 15 دقيقه كيف قلت. الوقت هذاك انا باش نحضر فيه اكل خليط نتاع القوش الفوقانيه نتاع الفريز. باك الخليط هذاك اللي باش نوريه لكم في مرحله يعني متقدمه من الفيديو كيف باش نعملو، باش ندخلها على قليله على قليله الفريزر يعني الفريجيدير ترتاح مده بين 5 6 سوايع قبل ما نقصها باش تجيني شاده وراكحه. صارونا باش نصب فيها اكل الخليط نتاعي هذاك وباش نحطو على الغاز لين يغلي. كي نراوه يغلي وقتها نحيوه. شوفوا كيفاش يغلي، ها هيك الطريقه
وقتها نحيوه نحركو نخليوه يبرد مدة 5-6 دقائق، ما يبردش برشا، ونجيو نصبوه على خبز الجاتو هكا تشوفوه مازال سخون، خليته برد 5 دقائق ما اكثرش، وصبيته على الجاتو هذاك. ومن بعد باش ناخذ كعبة الفريز ونزينها من الفوق ونحطها تبرد مدة في الفريجيدير مدة 4-5 سوايع باش تشد روحها، ومن بعد نقدمها. ما بقى لي كان باش نقول لكم توا كملوا الفيديو للاخر، ومرحبا بكم الناس الكل، انستوني وشرفتوني، ونتمنى الناس الكل انها فهمتني كي نتكلم، الله غالب ما نقدرش نتكلم كان بلغتي التونسية، وان شاء الله تفهموني. وما بقى لي كان باش نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ونتلقاو المرة الجاية.